آخر نيوز أخبارها كلها عندنا. أستاذ محمود الله يرحمه هو اصلا انا اعرفه من قبل جبل الحلال، لان انا كنت بشتغل مع مجموعه فنون مصر as a producer. فهو مبدئيا لا هو جميل بكل تفاصيل، نجم يعني بيجي في ميعاده، جاي حافظ، عارف راكوراته، عارف كان فين وجاي منين ورايح فين ولابس ايه، والسكارف كانت كده ولا السكارف كانت كده. لا مش معقولة. يلا يا أستاذ ما يقولكش الممثلين الباقيين برا زي يلا يا أستاذ، يعني يلا يا أستاذ يعني قام معاك وراح وقف قدام الكاميرا. كان يقعد يغني لي يقول لي برديس قاهرة المعيز.